إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله. فاللهم يا ربنا صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في العالمين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار وأتباعه الأبرار، وعمنا معهم يا ربنا بفضلك وجودك ومنك وإحسانك يا رب العالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا عباد الله، إن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشجع الناس، حتى إن سيدنا عليًّا عليه السلام يحكي عنه يقول: ولقد رأيتنا في بدر ونحن نلوذ برسول الله وهو أقربنا للعدو وهو من أشد الناس بأساً يومئذ. بدر عباد الله كانت في رمضان، في مثل هذه الأيام المباركة التي تتنزل فيها النفحات والرحمات والسكينة والملائكة وتصفد فيه الشياطين. يوم بدر كان في رمضان، وقال الله لعباده فيه: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا.
الواحد من المؤمنين الصابرين القانتين الخاشعين الممتلئين إيمانا يعدل عشرة من الكفر، فكسرها من ثلاث مرات، هوى عليها بالفأس مرة ثم مرة ثم الثالثة فتفتتت، قوة ما بعدها قوة، كيف هذا؟ والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن غلبت الآدمي نفسه فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. سيدنا صلى الله عليه وآله وسلم عني بذلك الغذاء المهم، بغذاء الروح صلى الله عليه وآله وسلم. لا تقوم هذه النفس ولا تقوى إلا بتغذية الروح. ولذلك كان يقول لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أو كانت تقول عنه: كان يذكر الله على كل أحيانه صلى الله عليه وآله وسلم. جاءت ابنته الزهراء وقد أرهقها عمل البيت من الطحن ومن التنظيف ونحو ذلك، فجاءت إلى أبيها سيد الخلق سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، تسأله خادما يعينها على أمور الحياة، فلم تجده، فقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من بعد ذلك، فذهب إليها فوجدها وسيدنا عليا عليهما السلام وقد أويا إلى فراشهما، فقال لهما: ألا أدلكما على خير لكما من خادم؟ هي تريد الخادم ليعينها لتتقوى به، فدلها على ما تتقوى به. قال: إذا أويتما إلى فراشكما فكبرا 34 وسبحا 33 واحمدا 33 فذلك خير لكما من خادم. يورث الذكر قوة في البدن، ولا ندري كيف، إنه الإيمان بالله وبرسوله. ثم جعل الله لنا هذا الشهر عباد الله لنستزيد فيه، وصفد لنا فيه الشياطين لنعان فيه على الطاعة، لنذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبنا ونتفكر في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. رمضان عباد الله هو زاد المؤمن التقي سائر سنته، ولكن نحتاج إلى الإيمان بهذا المعنى. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن خير ما يذكر الله تعالى به في هذا الشهر الكريم تلاوة القرآن، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. عباد الله، في الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خاب وخسر من أدرك رمضان فلم يغفر له، لأنه لم يحسن استغلال هذه النفحة وهذه العطية، إنه لا يسعى إليها وإنما سعت إليه، فإذا ما سعت إليه فلم تنتج عليه نورا وأثرا
فوالله قد خاب وخسر. عباد الله، تزودوا فإن خير الزاد التقوى، ولا تتعللوا بشدة حر ولا بوهن جسد، فإنما الأمر على خلاف ذلك. أظلكم شهر كريم، خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. حقائق يجب علينا أن ندركها. ما انتصر المسلمون حين انتصروا إلا في رمضان. نصرة بدر ونصرة العاشر من رمضان، وها نحن في نصرة من أيام قليلة. لا يزال الله تعالى ينصر الجند الغربية حتى تقوم الساعة، وهم صائمون. كانت الجنود في حرب 73 عرض عليهم الإفطار فلم يفطروا، لأنهم علموا أن خير الزاد التقوى، وأنهم إذا صاموا فصبروا قويت أبدانهم. فعباد الله، لا يفوتنكم رمضان إلا وقد أخذتم منه طاقة تسيرون بها سائر سنتكم، وادعوا ربكم علها أن تكون ساعة إجابة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إذا أطاع العبد ربه فإن الله يبشره، يقول: وما يزال أو ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وفؤاده الذي يعقل به، ولسانه الذي ينطق به. فهم هذه المعاني صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنرى سيدنا عمر وهو ينادي من محله في المدينة من هم في الشام، يقول: يا سارية الجبل، يا سارية الجبل، لأنه رضي الله عنه وأرضاه عني بذلك الجانب، بجانب الروح، فلم يصرف هواه إلا فيما كان تبعا لهوى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عباد الله، إن كان ينبغي علينا أن نتزود من هذا الشهر الكريم بالتقوى لسائر سنتنا، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرسم لنا الطريق، فيقول لأمنا عائشة: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فإن الله لا يمل من الثواب حتى تملوا من العمل، وإن خير العمل أدومه وإن قل. وسمع عن امرأة يقال لها الحولاء أنها تقوم من الليل حتى إذا غلبها النوم ربطت نفسها بحبل حتى لا تنام، ف
فلم يعجب هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلمنا أن يداوم المسلم على عمل يسير لا يمل منه. جاءه الزاهد العابد سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد وصل الخبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه بعد أن تزوج يهتم بالعبادة على حساب نفسه وزوجه، فكان يقوم كل ليلة وكان يصوم كل يوم، فنهاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وقال: يا عبد الله، صم وأفطر وقم ونم، فإن لبدنك عليك حقا. صم 3 أيام من كل شهر تعدل صوم الدهر، الحسنة بعشر أمثالها. فقال: أطيق أكثر من ذلك. فلم يزل يشدد على نفسه حتى أرشده النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أعلى درجات الصوم، أن يصوم يوما ويفطر يوما. ثم لما كبر سنه ندم وقال: ليتني أخذت برخصة رسول الله. يقول سيدنا لأبي هريرة ويوصيه أن يصوم 3 أيام من كل شهر وركعة الوتر قبل أن ينام، وركعتين يركعهما في الضحى، ولكن المهم المداومة. الله يحب أن يرى منا العمل مستمرا. فنحن عباد الله، إن كنا في هذا الشهر الكريم، البعض منا يمن الله عليه بأن يختم القرآن كل ليلة، فإنه إذا ما انتهى من رمضان نريده أن يداوم على عمل يسير لا يمل منه. هذا هو أو هذه هي سنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يغرن لا نغتر بقوم قد زادوا في العبادة زيادة تؤدي إلى عكس المقصود، فإن قوما قد حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم. ونرى ذلك الحديث أيضا في سيدنا عبد الله بن عمرو: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. سيدنا عبد الله لم يترك قيام الليل، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرشده ويعلمه أنه إذا كلف نفسه فوق طاقتها فذلك يؤدي به إلى ترك العبادة. نريد ختام المصحف ولو في كل شهر مرة، ولو في كل سنة مرة، ولكن لا يحرم المسلم نفسه من ورد يداوم عليه بشكل يومي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل جمعنا هذا جمعاً مرحوماً، وتفرقنا بعده معصوماً، وأن لا يجعل فينا شقياً ولا محروماً. اللهم هب مسيئنا لمحسننا واغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم يا ربنا انقلنا من دائرة سخطك إلى دائرة رضاك،
فارض عنا رضا لا تسخط علينا بعده أبدا. اشف اللهم مرضانا، وارحم اللهم موتانا، وتقبل اللهم شهداءنا، ووسع اللهم أرزاقنا، وأصلح اللهم أحوالنا، واهد لنا أولادنا وأزواجنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل عملنا في هذا الشهر عملا مقبولا يا رب العالمين. أعنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك، وأدركنا ليلة القدر، وأعتق رقابنا من النار. اللهم اجبر خواطرنا بعتق رقابنا من النار، وانظر إلينا نظرة رضا لا تسخط علينا بعدها أبدا. عباد الله، وأوصيكم في هذا اليوم العظيم وفي هذا الشهر الكريم بكثرة الصلاة على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت، فليقل: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، لا يتزال ألسنتكم تكثر من الصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها أرجى لقبول العمل وأرجى لصلاح الأحوال. إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك. عباد الله، اذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.